تعد مزرعة الإنتاج الحيواني بمنطقة غرب المنيا لإنتاج وتربية الجاموس المحسن وراثياً أحد المشروعات الهامة التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن افتتاحه وتفقده عدداً من المشروعات التنموية بمحافظة المنيا. المزيد من التفاصيل حول المزرعة يستعرضها لنا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. نحييكم من محطة الإنتاج الحيواني هنا في غرب المنيا، أو المزرعة النموذجية لتربية الجاموس المحسن وراثيا. هذه المزرعة أو المحطة التي تم افتتاحها رئاسيا ضمن مجموعة كبيرة من المشروعات التي شهدت افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لها. هذه المزرعة هي مزرعة نموذجية إنتاجية بحثية، وإذا تحدثنا عنها بشيء من التفصيل نستطيع أن نقول أنها مقامة على مساحة 15 فدانا وبطاقة استيعابية تصل إلى 1300 رأس. تحديدا هذه المزرعة أو هذه المحطة تنتج ألبان ومنتجات ألبان وغيرها من هذه المنتجات الخاصة بالعجول، بالإضافة إلى أن هناك 25 عنبر لتربية هذه الجاموس، ويشمل كل عنبر من هذه العنابر على 60 رأس من العجول. وأيضا نستطيع أن نقول أن هذه المزرعة أو محطة الإنتاج الحيواني فيها 4 مراكز لتخزين العلف، وأيضا بها الكثير من المعدات والآلات من اللوادر والجرارات والحفارات، بالإضافة أيضا إلى سيارات لنقل الألبان أو تانك للألبان. بالإضافة إلى أن هذه المزرعة أو محطة الإنتاج الحيواني فيها 2 محلب آلي، كل محلب يعمل بطاقة استيعابية 12 نقطة، أي أنه يمكن له أن يقوم بحلب 12 جاموسة في نفس الوقت، وبالتالي فهذه المزرعة تعمل بطاقة أو تستطيع أن تقوم بحلب 24 جاموسة في نفس الوقت. وبالتالي هذه المزرعة هي مزرعة نموذجية يتم إرشاد بها صغار المزارعين والمزارعين لإنشاء وهذه مثل هذه المحطات الإنتاجية للحيوانات وأيضا تربية العجول. بالإضافة إلى أنه تم توزيع 450 عجلة عشار على صغار المزارعين هنا في المناطق المحيطة في محافظة المنيا للإسترشاد بها، وأيضا إقامة مثل هذه المزارع الحيوانية أو محطات الإنتاج الحيواني. فبالتالي نحن بصدد محطة إنتاج بحثي نموذجية، وهي أيضا تتبع وزارة الزراعة، وتم افتتاحها رئاسيا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن عدد كبير من المشروعات التي تشهدها محافظة المنيا ويشهدها أيضا الصعيد بشكل عام.